بدي اشكر فعوري على الاغنيه وبدي اصبح على رامي دعنا كمان. معلش اليوم اعطوني هيك حلقه دعنا انت السكر حبيبتي راجعه بقوه دعنا. الف 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 مبروك حبيبتي الله يبارك فيكي ورجعتك وانا كمان اهلا وسهلا ربا. واحنا اليوم قلنا من بدايه الحلقه انه لكل الستات اللي ولدانين صح مش لدانا ما هلا جننتونا ما حدا خلف غيرها الا كل اللي بدهم يخسروا وزن. لا بالعكس انت هيك عم تعطي رساله يعني دانا كمان رجعت يعني الوزن قدين حفظ. هلا شوفي انا حكيت قبل شوي وصلت 70 هلا 60. طيب بس انه منيح نزلتي 10 كيلو باول 3 اشهر وانت بتربي طبعا لانه حلو. عاده المرضعات بيستعجلوا مرات انه صح. مش منطقي بعد شهرين ترجعي كل وزنك اللي اصلا زدتيه خلال 9 اشهر. صح هلا اول شيء بدي اقول لك هلا قديش لازم يزيد الوزن وزن. ومثلا هلا انا صرت لي 3 اشهر هل يعتبر ال10 كيلو كافيه وبدون ما تاثر على حليب الرضاعه؟ بالضبط هذه النقطه كثير مهمه لانه دائما زي ما حكيتي الحوامل بس خلص تصير الولاده بصير همهم انه كيف يرجعوا وزنهم. حتى في منهم بيصيبهم بعض انواع الاكتئاب حسب درجات انه الوحده خلص راح البيبي ليش ما رجع وزني خاصه بعد الولادات الاولى. فهلا قد ايه لازم تزيد خلال فتره الحمل بيعتمد على وزنها قبل الحمل. اذا كان عندها سمنه مثلا او سمنه كبيره بنقولهم مثلا حاولوا 7 كيلو 8 كيلو. اذا كان اقل اذا كان وزنها اقل مسموح لها مثلا لحد 15 17 على حسب وزنها قبل. نعم اوكي ربا هلا نحن اليوم وقتنا شوي محشور فخلينا انت رح تعطينا التغذيه اللي بتزيد الحليب بالضبط والأغذية اللي تبعد عنها إذا عشان يضل عندها حليب. بالضبط خلينا نركز أول إشي على بعض الأعشاب لأنه بتعرفوا إحنا عنا عادات إنه كتير منحب نطعمي كتير المرضعة عشان يزيد الحليب وهذا صح ولكن لازم تكون التغذية بطريقة صحية. هاي مهمة يعني ما تفكري تخفي في أكل أنا كنت كتير أكل صح؟ لا طبعا بدك تاكلي بس المهم شو تاكلي. شو تاكلي يعني بعض الأخطاء اللي بوقعوا فيها بيصيروا يأكلوا حلبة وسكر وكراوية أو المغلي بكميات كتير كبيرة هيك غلط اكيد رح يزيد الحليب لانه بالاخر عم تاخذي سعرات بس مرات عم تاخذي سعرات اكثر من احتياجك. السكر بيزيد الحليب ولا لا؟ هلا هو كيف اي غذاء طاقه بيعطي للجسم اكيد بده يزيد كميه الحليب فانت مش شرط كله تاخذيه سكر مضاف ماشي. يعني الفواكه مفيده جدا. هلا بس خلينا نحكي على بعض اعشاب يفضل نقلل من تناولها زي المراميه البقدونس ما ناخذه بكميات كبيره هدول حتى النعنع ما ناخذه بكميات كثير كبيره ممكن تاثر على افراز الحليب. تمام بس انه عشان عم نحكي عن الاعشاب انا استخدمت حبوب حلبه. الحلبه مفيده جدا في بعض الاعشاب اللي بتزيد ادرار الحليب زي الحلبه في حبوب حليب طبعا استشرتي اكيد حدا اخصائي. لا ما استشرتي بس هي عاده بتكون معموله للمرضعات ومش غلط نستشير اخصائي مش آمنة ومكمل غذائي من الحلبه بس انا دائما باي مكملات عشان كل وحده وكيف وضعها مش غلط تستشير. كمان ممكن تشرب حلبه في الشومر الاخضر برضه بيزيد ادرار الحليب وشومر الحب. اوكي بس برضه انا عشان يستفيدوا من فقرتك ربا سالوني كثير هل الحلبه بتزيد الوزن؟ حكيت لهم ما بعرف. الحلبه طبعا اذا معموله حلويات رح تزيد الوزن. حبوب لا طبعا ما لا لا مكملات غذائيه لا لا ما بتفتح الشهيه لا طبعا بس الا المرضعه لانها عم بترضع وبده يكون في عندنا انتاج للحليب فاكيد الا الجوع. المهم تعبي اكلها باكل صحي مش ضروري سكر مضاف طبعاً. فواكه بدها تتناول تقريبا من حبتين لثلاثه ممكن توصل لحد 4 حبات فواكه باليوم. نركز كمان على الاوميجا 3 هذا خلال فتره الحمل وخلال فتره الرضاعه لانه كثير مهم لدماغ الطفل. في عنا موجود بالجوز باللوز وبرضه بالاسماك المختلفه ممكن تتناول لحد 90 ل 120 جرام من الاسماك من مره لمرتين في الاسبوع. هذول حمل ورضاعه بالضبط. اكيد بدها تاخذ كالسيوم في بعض بس كثير من المرضعات ممكن يصير عندهم غازات هاي نركز عليها لانه انا بقعد اشرب حليب بيحكوا لي لا ما بصير تشربي حليب غازات بدايه البيبي على حسب الوضع السيده وعلى حسب وضع البيبي يعني اذا انت حسيتي يعني في مرضعات عن جد بعض بعد الولاده واذا ما بتتحرك كثير ما بتهتم لحركتها ممكن يصير عندنا بعض الغازات. في بديل ما بدها حليب في حليب خالي من اللاكتوز في لبن في لبن
اللبني وفي الالبان، هدول ما بينفخوا لانه اللاكتوز سكر اللاكتوز بكون تحول للاكتيك اسيد ما بيعمل نفخه. تمام. بدنا ننتبه كثير للكافيين، فمشروبات غازيه، قهوه وشاي بكميات كثير كبيره، زي ما كانت خلال فتره الحمل 200 ملي جرام ما يتجاوز الثلاث اكواب في النهار، برضه يفضل خلال فتره الرضاعه عشان ما ياثر على البيبي ونشطه زياده. اوكي، بعدين ضل صاحي. اوكي بالضبط. وعندنا اكيد الالبان زي ما حكينا زي موضوع لانها مصدر اساسي للكالسيوم، وبدها تركز على شرب المي. عم تشرب المي دانا؟ صراحه معي دائما علبه عم بضلني اشرب. بس في شغله انا مثلا مريت فيها بحسها بتساعد، انه لما اكل اكل، انت بتحكي اكل صحي، لما اكل اكل دسم بحس على طول بيجي الحليب. ما هي لانه اكلتي وجبه انت هلا دائما في شغلتين ثلاثه بتاثر على حليب الام. اذا كان في تغذيه اقل من اللازم مش شرط انها وجبه دسمه، حتى لو اكلتي سمك مع رز مع سلطه هي وجبه فيها كل المكونات الغذائيه. ثاني شيء الستريس، دائما بس بدي اسالك الضغط النفسي لازم نحاول، حتى مرات في بعض السيدات بصيبهم تعب ارهاق، بصيبهم ستريس معين خاصه بعد اول بيبي، العيله حواليها، وجود الزوج، الدعم كمان، ما يضلهم يقولوا لها ما عندك حليب ما عندك حليب، لانه مرات بصير في خوف عند المرضعه وبتصير نفسيتها تتاثر، فاكيد رح ياثر على الحليب السيده المرضعه. مزبوط. فالدعم هذا كثير بيساعد، وشرب السوائل اكيد. مزبوط. طبعاً. هل يسمح باتباع ريجيم اثناء الرضاعه؟ طبعا احنا بنعمل ريجيم، ولكن مش ريجيم قليل جدا بالسعرات الحراريه، احنا بنعمل ريجيم تنظيم، بننظم كميات الاكل، بنعطيها احتياجاتها من البروتين من النشويات من الخضار والفواكه لانها تنزل. بس هذا انه تنزل 10 كيلو بالشهر؟ لا طبعا، لا ما بصير هذا الرجل، لانه اصلا الرضاعه الطبيعيه كثير بتحرق دهون. أوكي. كل الدهون اللي تخزنت خلال فتره الحمل تستخدم لانتاج الحليب. وكل المرضعات اللي بقول لك انا على الرضاعه انصحت، لانه بتكوني بتاكلي كثير سعرات حراريه اكثر بكثير من احتياجاتك، واغلبها بتكون سكر، حلبه، دهن، يعني لانه خلص انه انا عم باكل عشان برضع. اوكي بدك تاكلي، بدل ما تاكلي قطعه شوكولاته كلي حبتين فاكهه، يعني هيك اخذتي فائده غذائيه، ما اثر على وزنك ولكن اثر ايجابيا. اكثر شيء يبعدوا عنه حكينا ميرميه والبقدونس والنعناع شوي، هدول شوربات منيحه مثلا، متعودين النفس مثلا، شوربه الدجاج الشوربات منيحه. طبعا شوربه، لانه اول شيء سوائل، سهله الهضم، كمان في عندنا بروتين اذا حطوا فيها دجاج او لحمه ايش فيها، وخضار او مثلا رز او شعريه. طبعا وجبه متكامله. اوكي، اخر سؤال جننتوا. لا اساليني هلا، انا ما بحب الحلاوه، فجبت هدول السمسم. ممكن نفس الفائده للرضاعه؟ طبعا. انت مع الحلاوه والسمسم؟ بس بكميات معقوله، يعني ما نقضيها طول الوقت حلاوه وسمسم. شكرا ربا حبيبتي.